أيها الحاكم اسمع كلماتي فصلها رجلا أجرأ مني لن تجد بلدي حبلى جهاد حملها وبأكتوبر إذا لم تستجب سوف ترد أيها الحاكم اسمع كلماتي فصلها رجلا أجرأ مني لن تجد بلدي حبلى جهاد حملها وبأكتوبر إذا لم تستجب سوف ترد عندها من لا يقدر برها لا تقل للقمع أنت مستعد عندها من لا يقدر برها لا تقل للقمع أنت مستعد صابرا للشعب ما كان وما طبعه الغدر ولا يوما مرد هل ترى أرض هل ترى أرض بظلمي مثلما بفلسطين أخي أخا لي قد طرد صابرا للشعب ما ثار وما طبعه الغدر ولا يوما مرد هل ترى أرضى بظلمي مثلما بفلسطين أخ لي قد طرد من هنا من قرية الجمر أنا أعلنها إنما ليس قرارا منضبطا قرر الشعب هنا في بلدي لحقوق ضيعت أن يسترد بحوار قاندا أو فليكن مثلما التسعين نارا والتزد من هنا من قرية الجمر أنا أعلنها إنما ليس قرارا منفرد قرر الشعب هنا في بلدي لحقوق ضيعت أن يسترد بحوار قاندا أو فليكن مثلما التسعين نارا والتزد وقعة إن فجرت كان اسمها وقعة الحسم على كل الصعيد ولك الأمر ولك الأمر ابتداء تركها أو تلقاها كسيل منجرد سوف لن تبقي لكم أو لابنها أي خير ترتجيه فاستعد أو فكن حرصا كما كان الولاء يجلبون الشر كي لا ينولد وإذا كبرت حتما سترى كل هم جامع سوف يرد وتحمل ما تحملنا عسى أن تعي والحق للناس ترد إن يكن ذاك وإلا رسلها بدأت تترى وبالعكس تعد وإذا كبرت حتما سترى كل هم جامع سوف يرد وتحمل ما تحملنا عسى أن تعي والحق للناس ترد إن يكن ذاك وإلا رسلها بدأت تترى وبالعكس تعد وخطابي ليس فتيا إنما هو توصيف لحال منعقد هو توصيف لحال قد هما ولهم طافئ فوق الكبد وخطابي ليس فتيا إنما هو توصيف لحال منعقد هو توصيف لحال قد هما ولهم طافئ فوق الكبد وقلوب شابها الحزن وما نبضها إلا لقهر ترتعد بينما الوافد يجني خيرها قوت يومي فوقها قد لا أجد ينفر التجنيس أصلي مثلما ينفر التمييز في هذا البلد وخطابي ليس فتيا إنما هو توصيف لحال منعقد هو توصيف لحال قد هما ولهم طافح فوق الكبد وقلوب شابها الحزن وما نبضها إلا لقهر ترتعد بينما الوافد يجني خيرها قوت يومي فوقها قد لا أجد ينفر التجنيس أصلي مثلما